كلمة السيد الصدر أمس، هل تشعرون بأنها وقعت كالصاعقة على الإطار التنسيقي؟ بالطبع يعني المواقف السياسية وما أفرزته الانتخابات أوجد شرخ كبير في المواقف السياسية، في التكتلات السياسية، هي باعتبار أن هذه الانتخابات كانت مدخلاتها مدخلات غير صحيحة، مدخلات شابه الكثير من الشباب، بالتالي سوف تعطي لنا وأعطتنا معادلة سياسية مضطربة، بالتالي الوضع السياسي يعني كنا نقول أن هناك انسداد سياسي، ولكن ما يحصل الآن يعني هاي الأشهر التي مضت هو انغلاق سياسي تام، تشبث بالآراء، عدم وجود حلول تقنع الأطراف وتحاول أن تلملم المشهد السياسي وتدفع به نحو الذهاب نحو حكومة وتشكيل حكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية. نعم يعني المواقف السياسية هي مواقف تعبر عن وجهات نظر القوى السياسية التي تحملها. خطاب السيد الصدر يعني هذا الخطاب يعني لم يأتي بشيء جديد، هناك هم يملكون الأغلبية البرلمانية بوجودهم تحت تحالف إنقاذ وطن وهم ذاهبين لاتجاه تشكيل الحكومة، يعني دعوا إلى جلسة وجلستين ولكن فشلت، لم يتحصلوا على الثلثين، بالتالي هم ما يقومون به الآن هو أنهم موالاة، ويجب عليهم أن يذهبوا باتجاه تشكيل الحكومة. الإطار التنسيقي يعني ليس هناك لا صاعقة ولا شيء، ولا أصلا موقف جديد، يعني موقف السيد الصدر ليس موقف جديد باتجاه الإطار التنسيقي وباتجاه الموقف السياسي، بالتالي الإطار التنسيقي حتى البيان الذي أصدر كان بيان واضح يتعلق بمضمون قانون الأمن الغذائي وما يحتوي هذا القانون و النقاط التي أشرت من قبل المختصين من قبل الإطار التنسيقي، سواء كانوا نواب سواء كانوا مختصين بالشؤون الاقتصادية، أن هناك يعني مساحات مالية كبيرة وأبواب وشرعنة أبواب فساد جديدة، بالتالي هذه وجهة نظر المحكمة الاتحادية عندما ذهبت وفسرت موضوع تفسير صلاحية حكومة تصريف الأعمال. هذا الموضوع ليس موضوع سياسي، يعني قد يتصور الأغلبية أن هذا الموضوع سياسي، لا هذا ليس موضوع سياسي، هذا موضوع بأن النظم الديمقراطية هي الحكومات عندما يحل البرلمان عندما تجرى الانتخابات بانتهاء المدد الدستورية تذهب الحكومة يعني الحكومة الموجودة إلى حكومة تصريف أعمال يومية، ليس حكومة أن تقوم بعقد الصفقات وجلب القروض وتقديم مقترحات القوانين، وهذا الموضوع يعني ليس الإطار التنسيقي هو يعني أوجده.